عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان يوصل لكم الجديد، ولا نوفيكم بأسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم الاثنين 27 يونيو 2022. يبدأ سعر الطماطم من 1.5 جنيه إلى 275 قرش. سعر البطاطس من 2 جنيه وربع إلى 3 جنيه وربع. يبدأ سعر البصل من 1 جنيه إلى 2 جنيه للكيلو. الكوسة من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو. الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو. سعر الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو. يبلغ سعر الباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3 جنيه للكيلو. يبلغ سعر الفلفل الرومي من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو. يبلغ سعر الفلفل البلدي الحامي من 3 إلى 4 جنيهات للكيلو. يبلغ سعر الفلفل الألوان من 3 إلى 7 جنيهات للكيلو. يبلغ سعر الملوخية من 2.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو. يبلغ سعر الخيار من 2.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو. أما بالنسبة لأسعار الفاكهة اليوم الاثنين 27 يونيو 2022، يبلغ سعر البرتقال الصيفي من 3 إلى 4.5 جنيه. يبلغ سعر الليمون البلدي من 7 إلى 17 جنيه. يبلغ سعر المانجو الزبدة من 15 لـ 18 جنيه. يبلغ سعر البطيخ من 4 إلى 6 كيلو من 12 لـ 18 جنيه للبطيخة. يبلغ سعر العنب البناتي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو. يبلغ سعر التفاح المصري من 4 لـ 8 جنيهات للكيلو. يبلغ سعر التفاح الأمريكي من 23 إلى 29 جنيه للكيلو. يبلغ سعر الكنتلوب من 3 إلى 4 جنيه للكيلو. يبلغ سعر الخوخ البلدي من 4 إلى 10 جنيه للكيلو. يبلغ سعر المشمش من 8 إلى 12 جنيه للكيلو. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم الاثنين 27/6/2022. لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا برايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.